السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، دائما بالجديد دائما بالجديد دائما بالجديد. خوتنا اليوم جبنا لكم أن صالون مانيفيك ولأول مرة راح نشوفوه في محلكم، محل أثاث الثقة. وكما تعرفوا أثاث الثقة دائما تلفها للدبلي صالون. اليوم جبنا لكم أن موديل اللي تحت اسم إكسيلونس اللي تخدم في السيت بلاس. نبدأ على بركة الله بالتروا بلاس تاعو. خوتي لو صالون نخدم بإتقان كبير، لافينيسيون فيه ما شاء الله، قاعدة فيه كونفورتابل بزاف، لو تيسو فخم وجميل وجميل جدا خاوتنا. لي بي كامل بالفير فورجي، خدمة بزاف بزاف متقولة. وكما تعرفوا كامل أثاث الثقة دائما تبصي لكم على زوج صوالح، لا فينيسيون ولا سوليديتي. أما لو ديزاين فهذا الشيء يرجع لكم، ولكن اليوم جبنا لكم ان ديزاين بزاف بزاف شباب. لو صالون اوريجينال خاوتنا كيما راكم تشوفوا توجور اشكا صالون اللي راح تشوفوا لي صالون بزاف بزاف شابين تاعها. نقول لكم ترقبونا، اثاث الثقة راح تجيب لكم بزاف بزاف لي صالون، وراح دائما ديكوفري معنا باذن الله الرحمن الرحيم. وترقبونا خاوتنا كيما راكم تشوفوا لي صالون في لي كوتي، خدمة تاعو بزاف بزاف متقونه، لا فينيسيون افون اريال للناس اللي ما عندهمش صوري غطيهم على الدار تاع لو صالون. نقول لهم ماشي مش كل الناس اللي عندهم اوبن سبيس نبروبوزي لهم هاد لو صالون اللي جاي في لو ستيل فرونسي خاوتنا، خدمه بزاف بزاف متقونه خاوتي. بالنسبه لدو بلاس فيها نفس المواصفات تاع 3 بلاس خاوتي، حاجه بزاف بزاف متقونه كما راكم تشوفوا فيها، حاجه متكامله. لو ديزاين خاوتنا بزاف بزاف متناسق، خدمه ما شاء الله. يلا خاوتي معايا ونروحوا نزيدوا نشوفوا الاون بلاس تاعو. الاون بلاس تاعو كبيره خاوتي، الاون بلاس تاعو كبيره، وفي لافير تاع الفيديو راح نعطيكم لي ديمونسيون تاع لو صالون. شوفوا الله يبارك الاون بلاس، حاجه بزاف بزاف شابه، حاجه متقونه. بالنسبه لي ديمونسيون تاع لو صالون هذا 3 بلاس تاعو فيه 2 متر 10، وبالنسبه لو دو بلاس تاعو فيها 1 متر 55، وبالنسبه للاون بلاس تاعو فيها 1 متر 10. فوالا خاوتنا كيما راكم تشوفوا هذا لو صالون، السعر تاعو راهو 14 مليون و800. بالنسبة للألوان تقدروا تطلبوا اللون اللي تحبوه، رانا توجور في الخدمة. إذا عجبك لو صالون خلينا الرأي تاعك في الكومنتير، إذا راك حاب تحجز الأرقام راهي ظاهرة في أسفل الشاشة. وماذا بينا تبارطاجيو لنا هاد لا فيديو. كان معكم الأخ عبد الرزاق، صحة فطوركم وصحة شربتكم، نتلاقاو في اللايف تاع الليل. وآخر كلام سلام.